استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية اليوم معالي السيد رمطان المعامرة وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وخلال اللقاء رحب سموه بالسيد رمطان المعامرة منوها بمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدا على أهمية الدفع بها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. كما تم خلال اللقاء بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه شكر معالي وزير الشؤون الخارجية الجزائري سمو نائب رئيس مجلس الوزراء على استقباله وترحيبه، مؤكدا دعم بلاده لكل ما من شأنه المضي قدما من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك وتحقيق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين الشقيقين. حضر اللقاء سعادة السيد السائح قادري سفير الجمهورية الجزائرية لدى مملكة البحرين.